الجولة السادسة من دوري التصنيف التي بدأت معها تتضح ملامح المنطقة الدافئة ومنطقة الخطر والهبوط لدوري المظاليم. الساحل وخيطان يمنيان النفس بالظفر بالنقاط الثلاثة. الساحل الذي يقوده المدرب الوطني يوسف جالي بدأ بالهجوم منذ بداية المواجهة التي أدارها علي الحرز. الكتيبة الممزوجة بين أبناء السيليساو الخمسة واللاعبين الشباب الموهوبين أحكمت سيطرتها على مجريات اللعب. وعلى الجانب الآخر، خيطان في الحالة الهجومية لم يشكل خطورة حقيقية، سيطرة تامة للساحل وأفضلية واضحة على مجريات الشوط الأول، لكن التوفيق غاب في جميع المحاولات، ولعل أخطرها تلك التي ردت من العارضة. شوط أول لم تهتز به شباك الفريقين. خوسيه الأسباني مدرب نادي خيطان دفع بنجوم الفريق طلال الأنصاري ومحمد عبيد لمحاولة تغيير الوضع الذي لم يتغير، واستمرت الأفضلية به للساحل. عبد المحسن العجمي أطلق تسديدة قوية ذهبت بعيدة فوق المرمى. ماتيوس هنريك انطلق بكرة تحصل منها على ركلة جزاء، تقدم لها إدواردو وسجلها في المرمى مانحا الساحل هدفا طال انتظاره. ولم تمضي سوى ثلاث دقائق حتى ظهر ناصر فالح وأرسل بينية رائعة وضعت إدواردو في مواجهة المرمى. البرازيلي عزز من تقدم فريقه بالهدف الثاني. الساحل يقدم أفضل مستوياته في هذه المباراة. محاولة لعبد المحسن العجمي لم يكتب لها النجاح. المصائب لا تأتي فرادة. جاء الهدف الثالث لأبناء أبو حليفة على خيطان بهذه الطريقة. إدواردو سجل الثالث له ولرفاقه. اليد الواحدة لا تصفق. البديل محمد عبيد حاول استغلال مهارته الفردية دون نتيجة، حتى جاءت صافرة نهاية المواجهة بفوز مستحق لأصفر أبو حليفة. بالبداية دشينا قبل المباراة لأن عازمين أن ناخذ الثلاث نقاط هذه، لأن مباراتين اللي قبلها الكاظمة والجهرة كنا الأفضل بس ما توفقنا فيهم وخسرنا. قررنا اليوم أن ناخذ المباراة هني. أنت عارف الأندية المتغاربة عن بعض، الثلاث نقاط عبارة عن ست نقاط مو ثلاث نقاط، لازم تفوز فيها المهمة، أهم المباريات الكبيرة. لكن الحمد لله خذينا تعليمات أبو مظف والحمد لله توفقنا اليوم وفزنا. نادي الساحل قدم مستوى طيب، نادي خيطان هم جارانا شوي الشوط الاول. بخصوص وقفه الفيفا داي ان شاء الله راح نكون جاهزين، عندنا اربع لاعبين الى خمس لاعبين ويا منتخب الاولمبي كمثال جاسم عتيج، سلمان البوص، ناصر لافي اللي قدم مستوى طيب اليوم، وان شاء الله يكونون ساند لنا بالجولات الجايه ان شاء الله. الساحل يقدم افضل مستوياته قبل توقف دوري التصنيف. في مباراة استطعنا مشاهدة نتيجتها على ساعة استاد نادي الشباب لأول مرة منذ انطلاق دوري التصنيف، أجاد بها الساحل ودك مرمى خيطان بثلاثية البرازيلي إدواردو رفع بها رصيده إلى تسع نقاط، فيما بقى الخاسر بأربع نقاط من ست جولات. لبرنامج الديربي خلف العنزي.